مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. موضوعنا اليوم هو أهم علامات الهزية أنثى البادزي. تابعونا على قناة الملوك. من أهم علامات جهوزية أنثى البادجي هو تحول لون الكير إلى اللون البني كما تلاحظون في هذا الأنثى، ويكون الكير أملس صافي وليس خشن. وأيضا من أهم العلامات أن نلاحظ أن الأنثى تنقر الخشب بشكل مستمر، تنقر العش من الداخل أو من الخارج. كما تلاحظون الأنثى الآن كيف تنقر الخشب، وهذه الأنثى تعتبر أنثى جاهزة. وأيضا تلاحظون أن الأنثى تحاول أن تختار العش المناسب لها، وهذا من أهم علامات جهوزية الأنثى هو اختيار العش المناسب. كما تلاحظون أن الأنثى الآن تحاول أن تستكشف العش وأن تدخل إليه. وتلاحظون أيضا أن الذكر يحميها، وأيضا أن الأنثى تحمي العش. كما تلاحظون أن الأنثى تهجم على أي طير يحاول الاقتراب من العش. ونلاحظ أن الذكر بجانبها بشكل مستمر ويحاول تشجيعها على دخول العش. نلاحظ الأنثى تحاول الدخول إلى العش ولكنها تتردد لأنها تعتبر أول مرة تستكشف فيها العش. وهذا من أهم علامات جهوزية أنثى البادجي هو اختيار العش والدخول إليه والاستقرار فيه. نلاحظ أخيرا أن الأنثى قد دخلت العش والذكر يقف خارج العش ليحميها، يحميها من الذكور المتطفلين. يحاول الذكور التجمع على العش وأيضا الإناث. نلاحظ أن الأنثى خرجت من العش وتضرب كل من يحاول التقرب إلى عشها. الآن هي تحاول أن تستقر في هذا العش، اختارت هذا العش ليكون عشا لها. نتابع أن الأنثى، نلاحظ أن الأنثى تدخل العش بشكل طبيعي الآن.